لقد قمت ببناء هذا المخبأ، وسيحاول هذان الغريبان العيش هنا في الأيام المئة المقبلة. انزع العصابات. هيوغو، هذه رين. مرحبا. رين، هذا هيوغو. سررت بلقائك. وأنا أيضا. هذا لقاؤهما الأول، وهذا هو الملجأ المحصن والذي سيكون منزلا لهما. كل ما تحتاجانه للعيش في الأيام المئة المقبلة موجود في هذا الملجأ. يمكنكما حتى زراعة الخضروات. رائع. ومن هنا ستجدان غرفة النوم. كل هذا على عمق 12 مترا تحت الأرض. يا للهول. يوجد سرير هنا. رائع. وآخر هنا، والأهم من ذلك يوجد هنا نصف مليون دولار. هذا مال حقيقي. من الأفضل أن يكون كذلك. إذا صمدتما لمئة يوم فستحصلان عليه، ولكن إذا غادر أحدكما فلن تحصلا على شيء. لن نغادر. قد تفوزان بنصف مليون دولار بعد مئة يوم. واو. هذا مبلغ كبير. حسنا، لنرى ما إذا كانا سيصمدان لمئة يوم. لا أستطيع أن أصدق أن أليس هذا جنونا؟ سيكون منزلنا الجديد. صحيح. أنت شريكة في الغرفة الآن. مهلا، ماذا؟ لن نرى الشمس لمئة يوم. إذا تمكننا من زراعة غذائنا فسنكون على ما يرام. حتى الآن يبدوان متفقين، لكن لا يعلمان أن ذلك لن يدوم طويلا. أنت أحمق. أنت متوحشة، أنا لا أحبك. نحن نستعد لليلة الأولى، آمل أن لا نسقط الليلة. تصبح على خير يا هيوغو. تصبحين على خير يا رين. صباح الخير. لا يعجبني أنني لا أعرف ما هو الوقت الآن. لم نكن نعرف بعضنا البارحة في مثل هذا الوقت. صحيح. وها نحن الآن نعد طعام الفطور. رغم أنهما التقيا تواً، فسيتعين عليهما التعاون إذا أرادا الفوز بنصف مليون دولار. وكما هو الحال دائماً، سيكون هناك تطور مفاجئ. يبدو غريباً بعض الشيء. ذلك الشيء الصغير. إيه، مهلاً، ما هذا؟ ولماذا هذه الصناديق مقفلة؟ لا أعلم يا صديقتي، شيء غريب يحدث هنا. أترون هذا الزر؟ لا تلمسه، إنه مفاجأة القرن. لكن لكي يعرفا بذلك سيتعين عليهما الانتظار حتى اليوم العاشر. هذا ما لم يموتا من الملل قبل ذلك. ماذا تريد أن تفعل اليوم؟ سأتعلم العزف على الجيتار. لماذا أحتاج إلى مذياع إذا كنت أستطيع أن أكون مذياعا؟ أو تبا. سأتعلم اللغة الإسبانية هنا. إنه يومنا الثالث في الملجأ. هيا بنا، سنخرج من هنا مفتولي العضلات. أنت الشخص المفضل الجديد لدي في هذا أنت العالم. أنت أروع شخص أعرفه هنا. ماذا؟ وبحلول اليوم الرابع أصبحت صعوبة العيش مع شخص غريب أكثر وضوحا. لعلمك كنت تشخر بشدة ليلة أمس. آسف. من الرائع لو كان لدي سدادات أذن. إذا قامت بإزعاج رين فسأخيفها بهذا. هذه هي إطلالتنا على العالم الخارجي. تراب فحص. من المقرف النظر إليه. توقف. ولكن بما أن المغادرة ستكلفهما نصف مليون دولار فعليهما التعامل مع الأمر. عددت ما يكفي من السلطة لكلينا. أشعر بالملل الشديد. اليوم نبني عرشا من الأطعمة المعلبة. أنا هيوغو. وأنا رين. وهذه هي الحياة في الملجأ. لا. لا. ومع وصولهما إلى اليوم العاشر حان وقت تقديم عرضي الخاص. واو، إنه جيمي. حان الوقت لأريكما مفاجأة هذا الفيديو. هناك صندوقان على جانبي الغرفة. نعم، رأيناهما من قبل. ماذا يوجد تحتها؟ زر. زر. يا للهول. ماسح ضوئي لليد، وعلى الجانب الآخر ماسح آخر، وهناك شيء آخر مؤقت لدقيقة واحدة. شاندلر، افعلها. أخيرا. كما ترون بدأ مؤقت العد التنازلي الآن. إذا تركتما هذا المؤقت يصل إلى الصفر فستبتلع النيران أموالكما على الفور، حرقة كل دولار من هذا النصف مليون. ولمنع أموالكما من الاحتراق سيتعين عليكما التعاون معا. المهمة بسيطة جدا، ضعا يدكما على الماسحتين وها أنتما. توقف المؤقت. إذن سيحدث هذا كل يوم في وقت عشوائي. كل يوم؟ كل يوم. ماذا لو كنت أستحم؟ لا يهمني العذر. إذا أخفقتما مرة واحدة فقط. أوه. يا رفيقي، فسيغادر كلاكما خالي الوساط. يا للهول. نراكما بعد يومين. يا للهول. لن أتمكن من النوم نوما مريحا مطلقا. نعم. لمئة. نعم. يوم. إذا أخفقنا مرة واحدة ينتهي أمرنا. يجب أن ننقل أسرتنا. حسنا. ما زلت أشعر بثقل على صدري. يضغط الزر مرة واحدة في اليوم في أي وقت. بصراحة ازددت توترا لمجرد الشعور بأن الزر قد يضغط في أي لحظة. يا للهول. رين 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 رين. هيا هيا هيا. يا للهول. أوه، هذا أخافني. يا للهول، قلبي يخفق بشدة من الخوف. حسناً، لن يضغط ثانية اليوم. وبعد الانتهاء من المنبه اليومي أمضيا وقتهما في القراءة وتعلم كيفية التعاون. هذا معسكر بيست التدريبي، استلقي ونفذي عدتين. وبصراحة يبدو أنهما كانا في طريقهما نحو الفوز بنصف مليون دولار، ولكن لاختبار قوتهما كفريق زرتهم في الساعة السادسة من صباح أحد الأيام ليضغط على زر المنبه وأرى إذا كان بإمكاني الإيقاع بهما. يا للهول، أسرعي.
لكنهما كانا سريعين جدا، ولم يكن هيوغو ورين سريعين في التعامل مع المنبه فقط، إذ لم يستغرقا سوى 13 يوما للعثور على المفاجأة التي أخفيتها تحت الأرضية. هل هذا قفل؟ لم يكن مفترضا بنا العثور على هذا. ارفع. مستحيل. يوجد هنا عالم آخر، هناك الكثير منها. والآن بعد أن حصلا على أفضل شوكولاتة في العالم، اندمجا في مهمة إنقاذ أموالهما من الاحتراق كل يوم. لنفعل ذلك. نجحنا يا رين. ومع نهاية كل يوم كانا يقتربان يوما آخر من الفوز بخمسمائة ألف دولار. نحن من يخيف المنبه. المنبه لا يخيفنا. سأقدم لهما عرضا جديدا كل عشرة أيام، وبما أنه اليوم العشرون، نولان هل تسمعنا؟ نعم. اضغط على الزر. أصبحتما بارعين في هذه المهمة وتؤديانها خلال بضع ثوان في كل مرة، ما يجعلني أتساءل هل تحتاجان إلى دقيقة كاملة؟ نفضل ذلك. نحن بالتأكيد. لنرى مدى رغبتكما في ذلك. سأضيف مبلغا قدره 50,000 دولار ليصبح الإجمالي 550,000 دولار إذا سمحتما لي بتقليص مدة المؤقت من دقيقة إلى 30 ثانية. فكرا جيدا، فخلال الأيام الثمانين المقبلة لن يكون أمامكما سوى 30 ثانية لإيقاف المنبه، وإذا فوتما الفرصة مرة واحدة فستحرق 550,000 دولار. لنفكر في الأمر، هذا مبلغ كبير من المال على المحك. هل سنقلص مدة المؤقت ونصعب المهمة؟ هل تستحق 50,000 دولار ذلك؟ لا أعلم. نصل إلى الماسحات خلال 10 ثوان في كل مرة، أعتقد أننا قادرون على فعلها. يجب أن نقبل. هيا بنا لنقبل. سنقبل. سيستقر المؤقت الآن بشكل دائم على 30 ثانية. نولان، المال قادم. كما وعدتكما، ها هي 50,000 دولار. آمل ألا يتسبب ذلك بإخصائكما. بصراحة ربما كان هذا قرارا غبيا. لا يمكنك أن تقول ذلك الآن. كان قرارا استثنائيا، فكما رأيتم لم يقتربا ولو مرة واحدة من الفشل، فقد كانا يصلان إلى الماسح الضوئي في أقل من 10 ثوان. رين، لن نقلق من المنبه بعد الآن. لن نشعر بالملل هنا بعد الآن. ومع عرض اليوم 30 دعونا نحاول رفع مستوى الصعوبة. إنه اليوم 30 ولدي عرض آخر، بدلا من إخباركما بالعرض سأعرضه عليكما. اضغط على الزر. أوه، لا يوجد ضجيج. هذا هو عرضي، سنضيف 50,000 دولار إلى الجائزة ليصل الإجمالي إلى 600,000 دولار، ولكن سيكون المنبه بلا أي صوت. سأمنحكما يا رفيقي بعض الوقت لمناقشة العرض. نعم، لن نستعيد صوت المنبه. ماذا لو كان هذا العرض المالي الأخير؟ لدينا 550,000 دولار تمكنا من حمايتها حتى الآن، أليس مبلغا كافيا؟ سنضطر إلى التناوب من الآن فصاعدا حتى نهاية التحدي. هل تريد أن تفعل ذلك؟ يا للروعة، الكثير من المال. حسنا يا رفاق، حان الوقت لاتخاذ القرار. هل نضيف 50,000 دولار إلى جائزتكما بشرط أن أكتم صوت المنبه؟ نرغب بذلك لكننا لا نستطيع. سنرفض العرض. حقا؟ سيمكنكما شراء سيارة تسلا. يمكننا مسبقا شراء سيارة تسلا. يمكنكما شراء المزيد منها. أحتاج واحدة فقط. حسنا، أراكما لا أعلم متى، في وقت ما في المستقبل. أراكما لاحقا ربما. لا أصدق أننا رفضنا. جميع عرض علي توا 50,000 دولار، من يرفض ذلك؟ رين، رفض هذا القدر من المال مؤلم. سيتقبل الأمر وسيتجاوزه، أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح. وبعدها وفي محاولة لاستعادة علاقتهما، أبعدا مخزونهما الغذائي من المكان لرسم لوحة جدارية لاسم فريقهما الجديد، جرذان المجاري. يا للروعة، أبدعت في ذلك. على الرحب والسعة. ولكن ذلك لم يكن كافيا، لأن هيوغو كان محبطا لأنه يؤدي معظم الأعمال المنزلية كإطعام الأسماك وتنظيف حوضها. هذا مقرف. للهول. والعناية بالحديقة حتى لا تنفد الخضروات الطازجة. نعم، أحسنت. ماذا سأفعل لولا هيوغو؟ ستموتين. علاوة على ذلك، هيوغو هو من يؤدي معظم أعمال الطهو بنفسه، وبما أنهما كانا يأكلان 3 مرات في اليوم، فهذا يعني أنه قد طهى أكثر من 100 وجبة لكليهما. يا للهول، وكأنك مطعم الحلويات الخاص بي. لا تقلل من احترامي هكذا. وبينما كان التوتر يتزايد بينهما، فإن عرضي لليوم 40 لن يجعل الأمور أسهل. وقبل أن ندخل إلى الملجأ، حان الوقت لإحضار الشفاط. تقصد نولا؟ كنت سأقول ذلك. شفاط المال. حسنا، لنبدأ اليوم 40. شاندلر، افعلها. شاندلر وطارق موجودان حاليا فوق الأرض، يعملان على سحب 100,000 دولار،
والتي لن تخسرها. إننا نفعلها. إنها تسحر. خلال الدقائق العشر التالية إذا غادر أحدكما يمكنه الحصول على 100,000 التي سحبت دوا دون أن يتعرض الشخص الآخر للإقصاء، لكنه سيتخلى عن زميله في الفريق ليترك في عزلة داخل هذا الملجأ من أجل الفوز بال450,000 المتبقية. إذا أراد أحدكما المغادرة فهذه هي الفرصة. ربما أنا من سيغادر، فأنا أفعل كل شيء هنا، أطبخ وأعتني بالنباتات، حتى إنني أسليك بعزفي السيء على الجيتار. أعتقد أنني قد أغادر. لا، لن تغادر. أعتقد أنني سأفعل. من المفترض أن نكون جرذان المجارير معا، يمكننا أن ننجح يا رجل. أين عقلية جرة المجارير يا رجل؟ إذا كنت ستوافق على العرض التالي فسأوافق أنا أيضا، سأفعل ما يحلو لهيوغو، لنتفق على ذلك. أشعر أنه سينسحب. حسناً، هل سيغادر أي منكما ب100,000 دولار في صندوق سيارته الآن؟ سأقول له. أنا آسف. ماذا؟ لكني سأبقى! 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 سأذهب لأعيد 100,000. إذن نراكما بعد 10 أيام. رغم أنهما قررا البقاء معا، إلا أن تردد هيوغو كان بمثابة اختبار لرابطة جرذان المجاري. أحسست بشعوري عندما ينفصل عنك شريكك، تشعر باليأس. هل كان يجب أن أسمح له بالمغادرة فحسب؟ هيوغو، ما خطبك؟ أنت غريبة الأطوار. أنت شخص بسيط ولا تعجبني. لكنني راض ببساطتي. لا أحب البساطة. حسنا، لكن هذا بغيض. أنت غبي جدا. ماذا؟ ماذا قالت؟ لا تصرخي في وجهي هكذا يا فتاة. هذا جنون، لا أعلم ما إذا كانا سينجحان. خلال الأيام الأربعة التالية لم يتحدث هيوغو ورين مع بعضهما تقريبا، ما جعل المحتوى مملا. لذلك قررت تحليك الأجواء في الملجأ عن طريق إدخال متغير جديد. أوه. ماذا؟ يبدو وكأنه ماسح آخر. هل سيحضرون شخصا آخر؟ هذا أسوأ كوابيسي. لا أريد أن أثق بأي شخص آخر، لكن أعتقد أننا سنكتشف ذلك قريبا. قريبا جدا. كيف تسير الأمور؟ مرحبا يا جيمبو. دائما ما يعطي هذا السلم إحساسا بالغموض. أحضرت لكما صديقا، أغمضا أعينكما، شخص يعرف الكثير عن العيش في أماكن غير عادية. أحضرت رايان تراهن. حسنا. أنت أقصر كثيرا في الحقيقة. ليس لطيفا. يا لها من بداية متعثرة، لأنه سيقضي 50 ساعة المقبلة في الملجأ معكما. هذا جنون. والآن بعد أن أصبحت متسابقا. أوه. لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك. عليك أن تتقيد بالقواعد نفسها التي يتبعها هيوغو ورين. سأكون عبئا عليهما. حسنا. عليك ارتداء هذا. تبدو مفتولة العضلات. بعد 50 ساعة ستكملان اليوم 50. سيرافقكما ريان حتى ذلك الحين. استمتعوا. مهلا جيمي. لا. استمتعا بريان. مرحبا يا رفاق. مرحبا هيوغو. أجل هيوغو. أنا رايان. رين الجميلة، سررت بلقائكما. ونحن يا صديقي زملاء السكن الجدد. زملاء السكن الجدد. يا رفاق أنا أرتجف، أنا متوتر الآن. ربما كان ينبغي التحقق من حقيبة رايان، لأن جلبت لكما لا شيئا. أصدق بيونسي. هذا ألبومها. هذا أعطني. ألبومها يا رجل. حان وقت الضغطة الأولى على الزر، ولكنني سأنتظر حتى يصبح بعيدين جدا عن ماسحات اليد قبل أن أضغط عليه. رائع. سأذهب إلى الحمام. حسناً. إنها تستخدم الحمام طوال الوقت. لا أصدق أنهما موجودان هنا منذ ما يقرب من 50 يوماً. لا يحب هيوغو ورين بعضهما، وهذا يمثل تهديداً لإتمامهما تحدي 100 يوم هذا. أنتما تمضيان معظم الوقت في هذه الأيام دون أن تتحدثا. نعم. بعد قضاء يوم كامل معهما أدركت أن سبب وجودي هنا هو التأكد من وصول هيوغو ورين إلى اليوم 100. إذن اليوم سنجري اختبار الصداقة. اختبار الصداقة؟ الاختبار الأول هو التحديق ببعضكما ل60 ثانية. يا للهول. حسناً، مستعدان؟ 3، 2، 1. نجحتما. نعم. السؤال الأخير رين، لماذا تريدين الفوز من أجل هيوغو؟ هذه فرصة لا تفوت، وهو من أكبر المعجبين بمستر بيست، يجب أن يفوز. لقد اختاروا شخصا مناسبا لهذا الفيديو. هذا صحيح. هيوغو، لماذا تريد الفوز من أجل رين؟
أعلم كم تساعدها عائلتها وتمدها بالقدرة على فعل أي شيء. رائع. تريد أن ترد الجميل لوالديها. أريد أن أساعدها على تحسين حياتهما. كفى، أنا على وشك البكاء. تبا يا رجل، تذكرا أنكما تفعلان ذلك من أجل نفسيكما، ولكن أيضا من أجل بعضكما. 100%. وبعدها سيكون هذا المال لكما. انتهى اختبار الصداقة. شكرا لك. اجتزتما. أصبحت الأمور أفضل بوجود ريان. وعندما جاء اليوم 50 أخيرا. جيمي. لدينا حفل. حتى إنهما صنعا كعكة باستخدام فيستيبلز. لا شك أن مذاقها كان رائعا. يوم 50 سعيدا لكما. يا رفيقي أنتما شخصان رائعان، اقتربا. أوه. للأسف يا ريان، انتهت 50 ساعة الآن. سأرافقك إلى الخارج. وأول شيء أراه بعد الخروج من الملجأ هو وجه نولان. كاد أن يعود أدراجه. والآن بعد أن غادر ريان، ما هو عرض اليوم 50 برأيكما؟ بما أننا قطعنا نصف الطريق ستختصر المدة إلى النصف. إجابة قريبة. عرضي لليوم 50 هو مقابل كل ثانية تنقصانها من هذا المؤقت سأضيف $5,000. يعجبني ذلك. هذا هو العرض. لديكما 10 دقائق لتقرر. أعتقد إما 10 أو 15. هذه مخاطرة كبيرة. قلت إنني أستطيع أن أوافق على أي عرض أريده إذا بقيت. ننقص 10 ثواني. أنا موافق. لنفعل. ما رأيكما؟ اتفقنا على اختصار 10 ثواني. سأذهب لأحضر المال. شكرا لك جيمي. هذه 600,000. والآن بعد إضافة 50,000 أخرى سأترككما مجددا في هذا الملجأ. أراكما بعد 10 أيام. حسنا، نراك جيمي. وداعا جيمي. إنه اليوم 51، هذا الصباح الأول بدون رأي. الجو هادئ جدا الآن. سأفوز بالمال. اختبرنا توا المنبه 20 ثانية لأول مرة. كان مشهدا مخيفا أن نرى المؤقت يشير إلى ما دون 20 ثانية. كان مخيفا. بدون شعور السلام الذي كان يطفيه ريان، بدأت علاقة هيوغو ورين تنهار مجددا. أريد أن نكون واضحين يا هيوغو، ليس لدينا شاحن لهذه، لذا سأستخدمها أنا فقط. هل لي بأغنية فقط؟ لقد أعطيتك كل شيء، تناولت من أناناسي وشربت القهوة كلها، وها أنت تتناول المربى خاصتي الآن. حسناً، وكأنني لا أضع يدي على الماسح الآخر لأجعلها تفوز بنصف الجائزة. واضطر هيوغو للبحث عن مساحة لنفسه في الملجأ الصغير أصلاً. هناك مساحة في الأرضية حولتها إلى مكان للاسترخاء يمنع دخول الفتيات. جلبت وجباتي الخفيفة وكتبي وشيئا لأجلس عليه. الرسم مع الموسيقى شعور مذهل. هل تريدين أن نمضي الوقت في كافي؟ رين. تبا. وبمرور الأيام كان التوتر بينهما يجعلهما يرتكبان أخطاء ناتجة عن الإهمال. سأطعم الأسماك. صباح الخير أيتها الأسماك، وقت الطعام. رين! قادمة قادمة! رين! هيا هيا هيا! رين! استغرقت وقتاً طويلاً. لن أخسر $300,000 بسبب عدم تركيز رين في اللعبة. بدأت أنسى شكل حياتي الطبيعية. الاستيقاظ في الملجأ يجعلني أعتقد أن حياتي الطبيعية لم يعد لها وجود. يبدو الأمر كما لو أننا ندور في حلقة مفرغة. لكن بصرف النظر عن ذلك، استطاع هيوغو ورين منعي من إشغال أموالهما مرة بعد مرة. لذا في اليوم 60 أردت أن أرى ما إذا كان بإمكاني على الأقل إشغال جشعيهما. لنرى ما سيضغط على الزر. أنا فزت. لا أنا فزت. أوه عجبا. أريد أن أسكت شيئا. هل ابتعدتما؟ أوه رائع. آسف على ذلك. عرضي لليوم 60. سأعطيكما هذه 50,000 دولار إذا وافقتما على أن أطلق المنبه 3 مرات يوميا بدلا من مرة واحدة لبقية التحدي. يا للهول. سأترككما تناقشان الأمر. يا رجل يعجبني ذلك. سيكون من الرائع فعل ذلك. لكني لا أعرف مدى احتماليتي أن تكون متعاقبة. سيكون ذلك مثاليا. حسنا، ماذا سنفعل بال50,000 دولار؟ هل أضيفها إلى رصيدكما أم لا؟ لا. حقا؟ سأخذ أموالي وأغادر. أعتقد أنه الخيار الصائب. نشعر بعدم الارتياح، لكننا لا نريد أن يدوم هذا طويلاً. 40 يوماً لا تزال مدة طويلة. ونظراً إلى أنهما وصلا إلى ملجأ منذ أكثر من شهرين، بحلول اليوم 61، كان الربيع في زهوته والقلق على أشده. سئمت من الاستيقاظ والبقاء في مكان واحد طوال اليوم. أصبح هذا الوضع الطبيعي الجديد، لكنه لم يعد ممتعاً. لا أريد أن أقرأ بعد الآن. لا أشعر بالرغبة في كتابة اليوميات أو في الرسم. كل الأشياء التي كانت ممتعة أصبحت مملة. بعد أن تقاسما المساحة ذاتها لأكثر من شهرين،
أصبح هيوغو مدمنا على قضاء الوقت بمفرده في كهفه. سأذهب لأقضي الوقت في كهفي وأقرأ. لم تتوقف عن القراءة طوال اليوم يا هيوغو. رين منزعجة من طول المدة التي أقضيها في القراءة، لكنني لا أريد أن ألعب أحشية الصور. ماذا؟ توقف عن القراءة لمدة ثانيتين؟ سأقوم بإخفاء كتبه. كان على رين التصرف إذا ما أرادت جذب انتباه هيوغو مجددا. هل أخفيت كتبي؟ هل أخفيت كتبك؟ لا. أعلم أنك تعبثين معي لأنني وضعت مجموعة الكتب الأخرى هناك. اعتقدت أنها كانت هناك. فكر في الأمر. بدأت تتلاعب بي الآن. بصراحة أشعر بالاستياء من ذلك. بدأت أفكر مجددا في عرض جيمي في اليوم 40. كان بإمكاني قبول العرض لكني رفضت لأني أردت المزيد من المال. عندما أفكر أنه ليس لدي خيار آخر الآن لأنني قررت البقاء، لا أدري إذا كنت سأنجح. بعد سماع الندم في صوت هيوغو أتيت بعرض في اليوم 70 مناسب جدا له وسيصعب عليه تفويته، ولكن كما العادة أول شيء علينا الضغط على الزر. أوه، لقد أغلقته. أوه، ماذا فعلت؟ اطفأت الأضواء. كيف حالكم؟ نحن بخير. وأنت؟ قبل أن أكشف عن عرض اليوم 70 أريد أن أفصلكما. هيوغو، توجه إلى الطابق العلوي. رين، اذهبي إلى جوار المال. حان الوقت لفصلهما. هذه الستائر تصيبني بالتوتر. ما الذي سيحدث؟ كارل، ابدأ سحب المال. سأسحب 200,000 دولار. نحن بصدد سحب 200,000 دولار من جائزة 600,000 دولار، وكما كان الحال في أحد عروضي السابقة، إذا غادر أحدكما يمكنه الحصول على 100,000 دولار. أعتقد أنني قد أغادر. لا، لن تغادر. يمكن لأحدكما المغادرة والعودة إلى المنزل. هل الآن؟ هل قمت بإعادة العرض؟ نعم، ولكن هذه المرة يمكنك ضمان الحصول على 200,000 دولار دون إخصاء الشخص الآخر. حسنا، لكن على عكس عرض اليوم 40 فقد فصلتكما الآن حتى لا تتمكن هذه المرة من منعك من المغادرة إذا كنت لا تزال راغبا في ذلك. عرض مغري. يا للهول، لماذا وضعتني في هذا الموقف؟ ستزدي معروفا لرين لأنها بدلا من أن تنافس للفوز ب 300,000 دولار وهو ما سيجنيه كلاكما إذا اخترت البقاء، برحيلك ستساعدها بالفوز ب 400,000 دولار. أعطيها 100,000 فعلا؟ نعم. لا أدري، أشعر أنه سيغادر. لا أعرف إذا كنت سأسامح نفسي لو رفضت 200,000 دولار وانتهى بي الأمر بخسارة هذا التحدي. وبينما يقرران ماذا سيختاران سأخبركم عن مانستر هانتر ناو، لعبة مجانية على الهاتف المحمول. ماذا؟ وهي من تطوير شركة نايانتيك، تشبه إلى حد ما لعبة بوكيمون جو. هل ترغبان في لعبها؟ إنه توقيت سيء. هيا. ولكي أستعرض لكم اللعبة علي الذهاب إلى السطح. تدعوك لعبة مانستر هانتر ناو إلى الخروج والبحث عن الوحوش. لنفترض أنك تأخذ كلبك في نزهة، يمكنك اصطياد الوحوش أو أنك تشتري فيستبلز. تستطيع أيضا محاربة أو الوحوش. كنت في موعد غرابة. هذا بعيد عن الواقع، لكن محاربة الوحوش أمر واقعي. منحتني اللعبة مهمة خاصة بي وستكون متاحة الشهر المقبل، فضلا عن سيوف ودروع مستر بيست وعناصر أخرى داخل اللعبة. لتنزيل اللعبة امسح رمز QR أو انقر على الرابط في الوصف وأدخل الرمز مستر بيست هانت للحصول على عناصر خاصة مجانا. لذا احرصوا على الإسراع. كنت سأغادر مع 100,000 وهذا المبلغ ضعف. وتذكرا، إذا لم تخرجا فلا يزال أمامكما شهر في هذا الملجأ. هل تريدان رؤية عائلتكما؟ هل تريد رؤية الشمس؟ والأهم من ذلك، هل يهتم كل منكما لأمر الشخص الآخر الموجود في الملجأ ويريده أن يحصل على 100,000 دولار إضافية؟ 5 4 3 2 الفرصة الأخيرة للحصول على 200,000 دولار. 1 سننزل. من المستحيل أنه لا يزال هناك. سأسحب الآن هذه الستائر وأكشف عما إذا غادر أحدهما. لم يغادر أي منكما. أنا هنا. وبما أنه لم يغادر أي منكما، ها هي 200,000 دولار تعود إلى مكانها. أراكما بعد 10 أيام. رفضت توا 200,000 دولار. أدهشني رفضك. أتمنى ألا تندم. لا أريد سماع ذلك. صحيح أنهما بقيا، لكن المال هو الذي أبقاهما هنا. لم أعد مهتما بفعل هذا بعد الآن. في بعض الأحيان لا يكون المنبه هو الجزء الأصعب من هذا التحدي، بل العيش مع شخص آخر لا سيما حين يكون متطلبا جدا. هل حضرت لي الدجاج؟ هل حضرت لي البيض المخفوق؟ هل يمكنك أن تعد لي القليل من البيض والنقانق؟ سئمت من فعل الشيء نفسه كل يوم. لا أمانع مساعدة رين، لكن هذا مبالغ فيه. إذا نزل جيمي إلى هنا وقال: اسمع يا هيوغو، يمكنك المغادرة الآن وإليك 10,000 دولار، ربما سأقبل فحسب. قضاء هيوغو لكل هذا الوقت مع رين بدأ يؤثر فيه، وعندما بدأت نباتاتهما تتعفن ترددت رين في أن توسخ يديها. حسناً، إذا أخرجت هذه المياه الملوثة. هل ساعدتني في ذلك؟ نعم، لك ذلك. شكراً رين. سأؤدي الشقلبة الجانبية. أوف، الرائحة كريهة.
لا أعرف لماذا طلبت من رين أن تمنحني قصة شعر، وبالطبع أفسدت ذلك أيضاً. تخريب شعر هيوغو زاد الأمور سوءاً، وكانت معنوياته منخفضة إلى أدنى حد. أعتقد أنني سأغادر. تفضل، سيحترق المال عندها ولن يربح كلانا شيء. إنهما يعانيان، لنرى ما إذا كان عرضي التالي سيفرحهما أم سيزيد من معاناتهما. سأسألكما سؤالاً، وإذا أجبتما إجابة صحيحة فلن أضغط على الزر خلال الأيام العشرة المقبلة، سترتاحان. 10 أيام ستكون أمراً رائعاً. لكن إذا أجبتما إجابة خاطئة سأختصر 5 ثوان من المؤقت. أعتقد أنني أعرف تماماً ما أنت على وشك أن تسأل. السؤال هو أيهما أشهى، لوح شوكولاتة فيستبلز أم لوح شوكولاتة هيرشي؟ هذا واضح، فيستبلز. محيقة، مذاقها رائع. كان سؤالاً سهلاً، لن أضغط على الزر الأحمر خلال الأيام العشرة المقبلة. ناما جيداً لأن اليوم 90 لن يكون سهلاً. أوه رين رين المنبه. أوه يا للهول، أراكما حينها. يمكننا تغطيته فحسب. أنت على حق، نراك بعد 10 أيام أيها المؤقت. وعلى الرغم من التوتر الذي كان يتراكم بينهما، ربما كان تعطيل المنبه هو ما يحتاجانه تماما لينسجما. وبما أنه لا يوجد منبه سأفعل ما أريد، وهذا ما سأفعله. على قائمة الطعام اليوم الكعك المحلى. قالت رين إنها لن تطبخ أو تخبز أبدا. زميلتي في السكن هناك تعد الكعك المحلى الآن يا رجل، يبدو شهيا. شكرا. حسنا، الكعك المحلى جاهز، اختبار المذاق. كعك محلى مغطى بشوكولاتة فيستبلز. يا للهول، شوكولاتة فيستبلز شهية جدا. وبعد أن أنقذت فيستبلز صداقتهما، مرت بقية الأيام 80 بيسر، لذا قررا الاستفادة من الوقت الإضافي من كل يوم للتحضير لما هو قادم. علينا الاستعداد لليوم 90 لنضع الخطة ونحرص على الفوز. سأجعل هيوغو يؤقت لي وأنا أركض نحو الماسح الضوئي مستخدما ساعة الإيقاف الموجودة في مشغل MP3 الذي قدمه لنا رايان. انطلقي. 2:61 نعم حسنا. انطلقي. 4:09 لا يزال الرقم أقل من 5. انطلقي. 3:08 3:05 3:03 حسنا، اليوم 90 سيكون حربا. كن قويا أو عد إلى المنزل. سأكون قوية، لن أعود إلى المنزل. سيعود المؤقت غدا في اليوم 90، لكن بعد هذا التدريب يمكننا النجاح. حان الوقت لإنزال تلك اللافتة. أوه، ها هو ذا. إنه اليوم 90 رسمياً، ما يعني أن الوقت حان للضغطة الأولى على الزر بعد أكثر من 10 أيام. عدنا لنضغط على الزر، هل اشتقتم لذلك؟ من المفاجئ أننا اشتقنا لذلك بعض الشيء. حسناً، سأنزل. هذا مبلغ 100,000 دولار ستضاف إلى الجائزة، وسأمنحها لكما الآن، ما يرفع رصيدكما إلى 700,000 دولار. ومقابل هذا المال سأعطيكما المزيد من الوقت على المؤقت. سأرفع المدة من 20 ثانية إلى دقيقة، لكن عندما تمسحان يديكما كل يوم لن يعاد ضبط المؤقت، ويجب أن تكفيكما هذه الدقيقة طوال الأيام العشرة الأخيرة من التحدي. حسناً، لديكما دقيقة للتفكير. ما رأيك؟ هذا مخيف بعض الشيء، لكن إنه مبلغ كبير. إذا حسبنا نتائجنا بلغ متوسطنا أقل من 5 ثواني في كل مرة. موافق. حسناً، نحن لها. جيمي، اتخذنا قرارنا. حسناً، ما قراركما؟ سنقبل العرض. نعم. متأكداً؟ نعم. سأخذ هذا الكيس وأضيفه إلى كومة المال. رفاق. كن قوياً أو عد إلى المنزل. أجل، أراك بعد 10 أيام. بما أن هناك 700,000 دولار على المحك و60 ثانية فقط، حان الوقت لإعادة ترتيب المكان. جهزنا الملجأ بحيث لا نضطر إلى الابتعاد عن الماسحات الضوئية، حتى إننا أحضرنا كل الطعام الذي نحتاجه إلى هنا. نحن هنا منذ 90 يوما، وصل الأمر إلى هنا. لنرى كيف سنطفئ المنبه من منطقة جلوسنا الجديدة. بيب 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 بيب. ثانية وجزء بالعشرة من الثانية. زمن رائع. كل ثانية مهمة جدا. وخوفا من أن نضغط على الزر بقيا ينتظران بجوار الماسحات الضوئية طوال اليوم، وبالطبع عندما ضغطنا على الزر كانا جاهزين. رائع، مذهل. كان هذا أسرع زمن لهما على الإطلاق. نعم. وهكذا ذهبا إلى الفراش، لكنهما لم يعلما أن الوقت تجاوز منتصف الليل، أي أننا دخلنا في يوم جديد، وكل ما كان علينا فعله هو انتظارهما حتى يناما. كانا غارقين في النوم وفعلاها بثانيتين. لم ينطلي الأمر عليهما، لكنني كنت أعلم أنهما سيضطران للذهاب إلى الحمام في وقت ما، لذا انتظرت اللحظة التي يبتعدان فيها عن الماسحات أكبر مسافة ممكنة. رين رين المنبه. رائع، وصلت بسرعة هائلة. حسناً، أعتقد أنه يمكنني الذهاب إلى الحمام. المعذرة؟ ماذا؟ عد إلى هنا، إياك أن تذهب. عد إلى هنا.
لا تأخذ خطوة أبعد. هيوغو! هيوغو! هيا 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 أسرع! استغرق ذلك 5 ثوان. تباً كنت بطيئاً. يمنع استخدام الحمام بعد الآن. أريد أن تكون هذه المرة الوحيدة التي يستغرق الأمر فيها 5 ثوان. إذا لم نستخدم الحمام غداً؟ سيتعين علينا تمالك أنفسنا حتى ينطلق المنبه. سأرسم خطاً على الأرض حتى يعرف حدوده، إلى أي حد يمكنه الوصول وما هو الحد الممنوع. ها هو الخط. ربما كانت القاعدة التي وضعتها رين صارمة، لكنها أبقت هيوغو على المسار الصحيح خلال الأيام التالية مع كل منبه. ولكن في اليوم 98 بدأ هيوغو يعود إلى عاداته القديمة. هيوغو! هيوغو! هيا 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 هيا! كم من الوقت استغرق ذلك؟ 6 ثوان وجزءا بالمئة من الثانية. هيوغو، لقد تجاوزت حد 6 ثوان. ركضت بأسرع ما أستطيع. أطول مدة من الوقت استغرقناها لإيقاف المنبه كانت بسبب وجودك في الحمام. ألا ترى المشكلة هيوغو؟ ألا تراها؟ ألن يسمح لي باستخدام الحمام أبداً؟ هيوغو، لا تعبث مع لا الوقت. لا أعبث مع الوقت، أن أقضي حاجتي فحسب. ووسط هذا التوتر انتهز هيوغو الفرصة التالية للتعبير عن رأيه. رين تستحم، إنها المرة الأخيرة التي يتاح لي الوقت لأخبركم بشعوري تجاهها بدون مجاملة. لا شك أن الأمر لم يكن سهلا، لأنها كانت شخصا غريبا في البداية ونحن شخصان مختلفان تماما. بجدية، ما كنت لأختار شريكا آخر لخوض هذا التحدي معه. أنا ممتن لوجودي هنا مع شخص يريد الفوز بهذا القدر، شخص يدفعني لأكون الأفضل كل يوم. مرحبا، كان ذلك لطفا. لم يكن من المفترض أن تسمعي ذلك. أنا أقدر ما قلت. على كل حال، أصبحنا مقربين أكثر فأكثر خلال هذا التحدي و... كان كل منا مصمما على الفوز. نعم، كنا نتجاهل بعضنا في البداية ولا نصغي إلى بعضنا، لكن بمجرد أن تعرفنا ببعضنا لم يعد كل واحد منا يريد الفوز لنفسه، بل أنا أريد الفوز من أجلك وأنت تريدين الفوز من أجلك. يوم 100 سعيد. أنا متجه للأسفل للمرة الأخيرة، ما لم يقصف أحد بلدنا بالقنابل النووية. قضيتما 100 يوم، كل ذلك من أجل هذا. هل أنتما مستعدان؟ يا نحن رجل مستعدان. نعم. متأكدة؟ مستعدان. كارل! نعم. اضغط على الزر. الضغطة الأخيرة. مستعد؟ حسناً، استغرقتما وقتا طويلا بعض الشيء. هيا نعم. بنا هيا بنا. حسناً، هيا هيا, هيا. مستعد؟ هيا هيوغو، لا تفسد الأمر. هيا هيوغو. رائع. نعم، أحسنتما. قضيا هنا 100 يوم. هيا إلى الأعلى. هذا جنون. هذه هي المرة الأولى التي يريان فيها الشمس منذ 100 يوم. يا للهول، اشتقت لكم كثيرا يا رفاق. كما وعدتكما، 350,000 دولار لكل واحد منكما. أراكم لاحقا.